أهلا بكل أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. نأخذكم للتعرف على آخر المتابعات والمستجدات الرياضية التي نضعها أمامكم أولا بأول، وبإمكان جميع مشاهدين الأحبة متابعة هذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. إذن جولة الشوط الثالث نبدأها من أهم العناوين. المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية يعقد اجتماعا مهما لمناقشة مستجدات العمل الإداري ورسم خارطة الطريق الجديدة للاتحادات الرياضية خلال الاستحقاقات المقبلة. اتحاد المصارعة العراقي يتخذ خطوة صحيحة إزاء بناء منتخبات قوية، ويستدعي المنتخب الإيراني للدخول مع الفرق العراقية في معسكر تدريبي على بساط المركز التدريبي في بغداد. وبغداد السلام تستعيد ألقها وتنجح في استضافة بطولة غرب آسيا بكرة السلة للأندية الأبطال. الشوط الثالث يفتح الحوار عن تفاصيل البطولة مع عضو اتحاد السلة العراقي الكابتن علي طالب. أهلا بكم أحبتي المشاهدين. تعقد اللجنة الأولمبية العراقية صباح الثلاثاء اجتماعا مهما مع أعضاء المكتب التنفيذي في دورته الجديدة لمناقشة خارطة الطريق ومستقبل عمل الاتحادات الرياضية من أجل إنجاح عمل الاتحادات الرياضية وتحقيق أفضل الإنجازات. المكتب التنفيذي الذي سيجتمع صباح الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي سيضع الخطوط العامة لعمل الاتحادات الرياضية في ظل تصاعد بعض التقاطعات ممن لوحوا بحجب المخصصات المالية عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، لكن رئاسة الوزراء العراقي صرحت أن المبالغ التي ستصرف إلى اللجنة الأولمبية ستكون وفق إشراف لجنة ثلاثية من الحكومة العراقية ورئيس اللجنة الأولمبية الكابتن رعد حمودي وممثل عن ديوان الرقابة المالية. الاجتماع أيضا سيناقش خارطة طريق عمل الاتحادات الرياضية والسعي نحو المنجز وتحقيق الإنجازات، لا سيما هناك استحقاقات مهمة على المستوى الأولمبي ألا وهي دورة أولمبياد طوكيو 2020 ودورة الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية وبطولة آسيا للصالات المغلقة. أيضا سيتم مناقشة المنح المالية التي ستوزع على الاتحادات الرياضية وفق السياق الذي اعتمدته الحكومة العراقية. طبعا راح نكون معكم أولا بأول في هذا الاجتماع، وأيضا مقررات اللي راح نعرضها أولا بأول، واللي حقيقة احنا نتمنى الموفقية والنجاح لأعضاء المكتب التنفيذي الجدد، لا سيما أن هناك يعني عدد من الأسماء، زياد حسن ومحمود عزيز، اسمين جديدين تأهلا لأن يكونا عضوين في المكتب التنفيذي. أيضا الكابتن رعد حمودي عاد إلى أحضان الوطن من جديد بعد أن فاز في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي خلال اجتماعات تايلاند والعاصمة بانكوك، اللي أيضا شهدت تجديد الثقة بأحمد الفهد رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي. إلى بغداد الحب، بغداد السلام اللي عادت إلى ألقها وفتحت ذراعيها للجميع. بغداد شهدت في قاعة الشعب للألعاب المغلقة افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة السلة للأندية الأبطال اللي انطلقت يوم أمس بمشاركة أندية النفط العراقي، الجيش السوري، إقلنديا الفلسطيني، بتروشيمي وشيميدور من إيران. حفل الافتتاح بدأ بعزف النشيد الوطني ورفع العلم العراقي وشعار اتحاد غرب آسيا، ثم عرض للفرقة السيمفونية العراقية بمعزوفة حلاق إشبيلية، ثم استعراض لفرق الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. رئيس اللجنة التنظيمية عصام الديوان أكد أن الجميع اجتهد في الوصول إلى أدق التفاصيل. أترككم وتصريح لجان ثابت وبعض اللقطات لحفل افتتاح البطولة اللي غطاها الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز.
الفكرة عنا كانت أنه بغداد وبغداد لكم زمان ما استضافت بطولات وهيك، بس كان عندي حماس أنه نبلش بخطوة جديدة ببغداد، والشباب كانوا كتير متحمسين لهالموضوع. بالفعل عملوا إنجاز كتير كبير بالأمور التنظيمية لحتى يفرجوا أنه بغداد قادرة تستضيف على مستوى عالي. الافتتاح كان رائع جدا، الأمور التنظيمية رائعة، الوفود كلها مرتاحة، الوفود كلها مبسوطة، من النقليات للفنادق للأكل لكل الأمور التنظيمية كانت بالفعل رائعة. بالملعب عم نشوف كل شيء منظم، كل شيء مرتب. طبعا مبروك لكل الجهود اللي سعت إلى إنجاح هذا التنظيم، وأيضا احتضان الأشقاء والأصدقاء في بغداد المحبة والسلام، وأيضا للجمهور الغفير اللي كان حاضر. أكيد في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم راح يكون مخصص عن أدق التفاصيل لافتتاح بطولة غرب آسيا بكرة السلة. أيضا نبقى في نفس الأجواء وافتتاح مباريات البطولة اللي جمعت فريقي النفط العراقي وقليندية الفلسطيني. فريق النفط العراقي حقق فوز كبير على فريق قليندية الفلسطيني بنتيجة 89 مقابل 53 نقطة. هذه المباراة اللي احتضنتها قاعة الشعب في قلب بغداد، وهي افتتاح لبطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة. الربع الأول انتهى بتقدم النفط العراقي 22-5، وكان اللاعب علي مؤيد أفضل المسجلين في هذا الشوط حيث سجل 8 نقاط. وواصل النفط تقدمه في الربع الثاني حيث أنهاه بنتيجة 48-16 نقطة، وكان المحترف الأمريكي تايلور أفضل المسجلين ب 15 نقطة. وواصل النفط توسيع الفارق في الربع الثالث حتى وصل الفارق إلى 70-32، وكان أفضل مسجل تايلور أيضا 20 نقطة، وهو نفس ما حدث في الربع الأخير. هذه اللقطات سادتي المشاهدين لمباراة افتتاح البطولة الآسيوي بكرة السلة بين قليندية الفلسطيني وفريق النفط العراقي، اللي نتمنى له الموفقية والنجاح والسعي بخطى ثابتة للظفر بكأس البطولة. أيضا هذه اللقطات أترككم، اللي طبعا فريق عمل الشوط الثالث وزميلنا محمد الخفاجي كانوا حاضرين، وهي لكم هذه اللقطات، وأيضا سنذهب بعد هذه اللقطات إلى بعض الحوارات اللي سجلناها بعد المباراة. هارد لك الفريق الفلسطيني، مبروك لنا اليوم. مباراة كانت مهمة بالنسبة لنا، ما نعرف أي شيء عن الفريق الفلسطيني. الحمد لله قدرنا نحسم المباراة من أول ربعين، وإن شاء الله يعني اليوم حاولنا نطلع بأقل خسارات وبأقل إصائب. الفريق كله لعب، إن شاء الله مباراتنا البكرة مخططين لها غير تخطيط، وإن شاء الله هي تعتبر نهائي مبكر بالنسبة لنا، مباراة باكر. بالتوفيق لنا. أول شيء أهلا، السلام عليكم للشعب العراقي، وكتير مبسوط إن إحنا جايين من فريق فلسطين هون ونلعب مع الشباب، ويعني هاي فرصة كبيرة لأنه هاي مش صارت من 20 سنة، فكتير مبسوطين إن إحنا هون. وأول شيء يعني اللعب اليوم كان الجو غير لأنه من السفر، وعندنا شباب جداد عم بيلعب معنا فمش متعودين على بعض. ثاني شيء كل التوفيق والاحترام للفريق العراقي، وهن لهم فترة عم بيلعبوا مع بعض وبيلعبوا كتير منيح مع بعض، وكل الاحترام لهم. إذن مبروك لفريق النفط العراقي، وحظ أوفر لقليندية الفلسطيني الشقيق، اللي أتمنى للموفقية والنجاح. وأيضا أتمنى لفريق النفط تحت قيادة خالد يحيى الظهور بالمستوى الذي يلبي الطموح والذي يحقق لنا بإذنه تعالى كأس بطولة غرب آسيا. طبعا المزيد من الأمور رح نناقشها في الجزء الثاني من هذه الحلقة، لكن الآن نتجول في أروقة الأخبار الرياضية ومتابعاته اللي دائما نحرص نحن فريق عمل الشوط الثالث على أن نضعها أمامكم. أولا بأول، تداعيات عقوبات انضباطية صدرت من قبل الاتحاد الآسيوي بكرة القدم على لاعبين من فريق القنبلة الجوية، وهم الحارس فهد طالب وأمجد راضي. يوم أمس أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العقوبات النهائية على اللاعبين، حيث
أصدر قراره بشأن عقوبة مهاجم نادي القوة الجوية أمجد راضي لتناوله مادة محظورة خلال منافسات كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي، وقرر الآسيوي إيقاف راضي لمدة 4 سنوات مع حقه في استئناف القرار، وبالتالي فإن اللاعب لن يتمكن من اللعب حتى موسم 2022. وكان اللاعب قد أكد في تصريحات صحفية أنه تناول مادة منحفة وكان يجهل بأنها محظورة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أيضا الاتحاد الآسيوي قرر إيقاف الحارس فهد طالب لمدة 4 شهور، حيث كان بإمكانه اللعب مجددا في 13 من الشهر المقبل، باعتبار الفترة الماضية هي تأتي في إطار فترة العقوبة الانضباطية. الحقيقة نتمنى أنه يستأنف القرار بإيقاف أمجد راضي مرة أخرى وإعادة النظر بأمجد، لأنه اللاعب العراقي الحقيقة معروف بابتعاده عن تناول المحظورات المنشطات، وبالتالي خامة كبيرة إمكانية مثل أمجد راضي لا يمكن الحقيقة أن نخسرها بهذه السهولة. وبالتالي الآن إدارة القوة الجوية بمشاورها القانوني، إن وجد المشاور القانوني، عليه الآن أن يسعى مرة أخرى لاستئناف القرار والبت مرة أخرى في عقوبة أمجد راضي. هذه القضايا اللي تصير تأتي في جهل اللاعب العراقي للأسف الشديد بثقافة تناول المواد المنشطة والمواد المحظورة. أكو مواد منشطة الحقيقة تأتي في خانة الاتحاد الآسيوي هذه غير محظورة، لأنه هو أمجد يقول أنا تناولت مادة منحفة، هاي المادة المنحفة المفروض أكو طبيب الفريق، طبيب الفريق يكون عنده دراية بالعقاقير الممنوعة، العقاقير المنشطة، وبالتالي لاعبنا يجب أن يفقه هذه الأمور، لأن مو من السهولة علينا نخسر لاعب بإمكانية أمجد راضي، لاعب كبير للأسف إذا فعلا القرار أصبح نهائيا معناته انتهى هذا اللاعب، لأنه هو الرجل لا يمكن أن يبقى بدون لعب منا 2022 إذا الله طانا وياكم العمر. وبالتالي يعني أتمنى دعوة خالصة إلى كل اللاعبين، إلى إدارات الأندية، إلى الاتحادات الرياضية، أن تثقف اللاعب حتى يعرف مدى سعة للابتعاد عن المواد المحظورة من المواد المنشطة اللي يحضرها الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. أذهب بكم سادتي المشاهدين إلى الاتحاد العراقي للمصارعة اللي الحقيقة بدأ يخطو خطوات صحيحة نحو بناء منتخبات تعود بنا إلى السجل الذهبي إلى تاريخ المصارعة العراقية. الاتحاد العراقي للمصارعة تحت قيادة السيد شعلان عبد الكاظم ارتأى مؤخرا وخلال معسكرات المنتخبات الوطنية اللي تجري الآن في بغداد على بساط الاتحاد المصارعة أن يستقطب منتخب إيران الوطني، منتخب إيران المعروف بإمكانيته على المستوى الآسيوي. هذه الظاهرة اللي ارتأها الاتحاد العراقي للمصارعة تعد هي الأولى بالنسبة للاتحادات، أنه أنت تجيب اتحاد آخر من بلد صديق جار متطور في مجال ما وتجيبه يحتك وياك بالمعسكر التدريبي، أكيد هاي إلها مردودات كبيرة جدا. تعالوا لنتابع هذا التقرير اللي عد زميلنا محمد الخفاجي والذي يتحدث عن هذه الظاهرة الإيجابية اللي ارتهاها اتحاد المصارعة العراقي، نتابع. خطوة منتظرة، اتحاد المصارعة يتجه نحو استقطاب المنتخبات الكبيرة نحو العاصمة بغداد من أجل استضافتها في معسكرات تدريبية. المنتخب الإيراني هو أول الواصلين إلى بغداد، حيث يدخل أكثر من 30 لاعبا في معسكر تدريبي على بساط الاتحاد المركزي. وصول فريقين إيرانيين، منتخب طهران في المصارعة الحرة والرومانية وبعدد 30 شخص، فرق كاملة مع مدربين، الغرض منها إقامة معسكر مع منتخباتنا لمدة 2 أسبوع في بغداد استعدادا لبطولة آسيا في بداية في شهر نيسان، في 20 من هذا الشهر نيسان القادم.
نحاول أن نكثر الاحتكاك مع الفرق الأجنبية وخاصة الإيرانية وبعدها إن شاء الله التركية. اتحاد اللعبة زج مجموعة من أبطال العراق لفئة المتقدمين في هذا المعسكر المشترك من أجل الاحتكاك مع المنافسين الإيرانيين الذين جلهم من أبطال القارة والعالم. التقينا احنا لجنة المدربين وبالتعاون مع اتحاد المصارعة المركزي بقيادة الأستاذ شعلان عبد الكرم وبقيادة الأخوة الأعضاء الطيبين أنه نستدعي الفرق إلى بغداد، لأن احنا بالحقيقة قاعدة تكلفنا المعسكرات الخارجية. يعني هاي الفكرة أنه سويناها وإن شاء الله راح تنجح، احنا راح نستفاد من المبالغ لإعطائها إلى الكادر التدريبي واللاعبين. ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة الاتحاد التي رسمها للاستعداد إلى بطولة آسيا التي ستجري أحداثها في الصين خلال شهر نيسان المقبل. تقريبا صار لنا 5 أيام أو أكثر ندرب مع المنتخب الوطني الإيراني، وكان هذا الشيء كل الزين أنه إن شاء الله بعد أيام جديدة إن شاء الله يجون المنتخب التركي أو المنتخب الأذربيجاني، إن شاء الله إحنا استعداد لبطولة آسيا وبطولة عالم. نحن هذا بالتمارين مشترك، بالتمرين مشترك بالمصارعين الإيراني والعراقي. أنا رأيت المصارعين العراقي خوب زين، يعني زين ومستعد. أنا تفكير لازم بالتمرينات مشترك. أنا تفكير مصارعين عراقي زين مستعد قوي، أما تجربيات قليل. على غير العادة الاتحاد العراقي للمصارعة يستقطب منتخبات آسيوية للدخول في معسكرات تدريبية بالعاصمة بغداد من أجل التحضير والاستعداد للمنافسات والاستحقاقات الخارجية. من بغداد الشوط الثالث محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير، ونبارك لاتحاد المصارعة هذه الخطوة الإيجابية اللي ما راح تستنزف ميزانيته، وبالتالي بدل أن أنا أطلع وأعسكر عند الأصدقاء والأشقاء تعالوا عسكروا عندنا، وبالتالي أنا راح أوفر وأستفاد الكثير الكثير من خلال الاحتكاك. أخيرا وقبل الذهاب إلى المحور المهم اللي راح نتحدث فيه في الجزء الثاني من هذه الحلقة وإلى منافسات بطولة آسيا بالكرة الشاطئية اللي حقق فيها منتخبنا الحقيقة إنجازات خلته يتقدم 11 مركز، لكن غادرنا منافسات بطولة آسيا بعد أن خسرنا أمام منتخب سلطنة عمان الشقيق يوم أمس بستة أهداف مقابل 3. ودع منتخبنا الوطني سادة المشاهدين منافسات بطولة آسيا بالكرة الشاطئية بعد خسارته يوم أمس أمام منتخب عمان بنتيجة 6-3. الفريق العراقي لم يقدم الأداء الذي ظهر فيه خلال منافسات البطولة واللي عززته أن يتقدم 11 مركز على مستوى التصنيف العالمي. مدرب المنتخب العراقي كريم مقدم خلال مؤتمر الصحفي تحدث بأنه يعتذر من الشعب العراقي، وكنت أتمنى أن أحقق إنجازا يفرح الجميع بالتأهل إلى كأس العالم، لافتا إلى أن لاعبيه يفتقدون الخبرة ولم يطبقوا التكتيك الذي طلبته منهم في المباراة. وبيّن مقدم أن على اتحاد الكرة العراقي الاهتمام أكثر بالكرة الشاطئية لأن العراق يمتلك مواهب كثيرة. هذه اللقطات اللي تشاهدوها هي المباراة اللي خسرناها أمام منتخب عمان المتطور واللي تأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة، بينما نحن بكل أسف غادرنا من الدور ربع النهائي من هذه البطولة. حظ أوفر إلى منتخبنا الوطني في الكرة الشاطئية، ونتمنى من اتحاد الكرة أن يدعم هكذا منتخبات الكرة الشاطئية، الخماسي، الكرة النسوية، لأنها كلها حقيقة تصب في عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم. هذا هو الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. أذهب بكم أحبتي إلى الجزء الثاني واللي راح يكون مخصص
عن عودة بغداد الحبيبة إلى ألقها باستضافة البطولات العربية والآسيوية. اليوم نحتفل جميعا باستضافة بطولة غرب آسيا بكرة السلة واللي تواجد على أرض بغداد الحبيبة أشقاء وأصدقاء لغرض المشاركة في البطولة، اللي شاهدنا الحقيقة حفل افتتاحها قبل قليل، واللي الجميع نبارك لهم على الجهود الكبيرة اللي قدموها في سبيل إنجاح منافسات البطولة. سنتحدث مع ضيفي الكريم وهو أحد نجوم السلة العراقية وبذات الوقت هو عضو اتحاد السلة العراقي، الكابتن العزيز علي طالب المتواجد معي من استوديوهاتنا في بغداد وعلى الهواء مباشرة. كابتن أحييك أجمل تحية ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث، وأبارك لكم نجاح التنظيم في بطولة غرب آسيا بكرة السلة في بغداد. حبيبي الصادق محمد، تحية لك ولمشاهديك الكرام وتحية لجمهورنا العزيز وعائلة السلة العراقية، فألف تحية لك ولبرنامجك الشوط الثالث الرائع. الله يحفظك رياضتنا الحبيبة. كابتن علي محمد انت اخوي يعني. الله يحفظك. انا بس حبيت اقول لك الحمد لله على السلامه يعني بعد العمليه الجراحيه اللي اجريتها، والحقيقه دعواتنا كانت مستمره والحمد لله انت الان مشافى ما قصرت ما قصرت استاذ محمد حبيبي. الله يحفظك. ما قصرت الله شاهد حتى اتصالك التليفوني. الله هذا واجب هذا واجب انت نجم كبير. جهودنا الله يخليك تسلم حبيبي. الله يسلمك استاذ علي. دعنا نتحدث عن افتتاح البطولة اللي الحقيقة الجميع تكاتف من أجل إيصال صورة بغداد الزاهية وصورة اتحاد السلة العراقي، رغم أنه حثت بعض الأمور راح أناقشها مع حضرتك، لكن دعني أبدأ معك عن افتتاح البطولة ووصول الأشقاء والأصدقاء إلى بغداد الحبيبة والدور الكبير اللي لعبه اتحاد السلة، بالإضافة إلى السيد عصام الديوان اللي أوجه له التحية والاعتزاز، الحقيقة كان عنصرا داعما لإنجاح البطولة. تفضل الأستاذ علي. بالبداية طبعا أوجه كلمة لعراقنا الحبيب وأقول له مبروك علينا انفتاح كرة السلة العراقية بهذا المستوى وبهذا الإنجاز الرائع الكبير في استضافة بطولة غرب آسيا للأندية الأبطال، وبالتالي مثل ما شاهد الأستاذ محمد يعني كان افتتاح راقي ورائع وكبير ويبهر. يعني حضرتك تعرف احنا رحنا عدة بطولات وعدة مشاركات خارجية، لم أجد أي افتتاح بهذا المستوى العالي، وذلك لرعاية السيد وزير الشباب والرياضة ومتابعة كبيرة من قبل رئيس اللجنة التنظيمية الأستاذ عصام الديوان، وأنا والاتحاد العراقي بتماس مباشر بالعمل باللجان يعني صار لنا أسبوع أستاذ محمد ما طالعين من القاعة المغلقة حقيقة. عندنا ثلاث مدراء عامين موجودين ويانا، دكتور موفق عبد الوهاب وأحمد الموسوي وأستاذ فائز طه سالم، يعني ذولا وكوادرهم شيء خيالي بالعمل لإنجاح هذه البطولة، وبالتالي حتى نقول برسالة كبيرة للعراقيين والعرب ولدول آسيا أنه هذه هي بغداد، هذه هي جهود العراق والوزارة والاتحاد العراقي، وبالتالي أعتقد كان نجاح باهر ومميز الحمد لله لافتتاح بطولة غرب آسيا. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ علي، للأسف شاهدنا غياب الأشقاء الأعزاء لبنان والأردن عن منافسات هذه البطولة في الوقت اللي أعطونا موافقة مبدئية، لكن تفاجئنا بعدم وصولهم. شنو الأسباب اللي خلت عدم مشاركة الأشقاء؟ بالنسبة للفريق الهومتمن يعني هو كان الفريق اللي احنا يعني ضامنين مشاركته، ولكن حتى الأخ جان ثابت أمين عام اتحاد غرب آسيا
يعني تفاجأ بانسحابهم لأمور داخلية في النادي. وأعتقد إحنا تناقشنا وياك اتحاد مركزي عند حضوره قبل 3 أيام إلى العراق قبل لا يجون الفرق. هو أستاذ جان ثابت إجا موجود يمنه وشاف التحضيرات، فسألناه سؤالنا وليش الهومت من ما إجوا؟ أكو أسباب داخلية عاقت وصول فريق الهومت من، يعني مو من اتحاد غرب آسيا ولا من الجانب العراقي، هم شغلة داخلية أستاذ محمد عدم حضور زين الأردن هذه البطولة اللي كنا نتمنى. أنه الأردن أستاذ أعتقد يعني هم يعني واصلين إلى مرحلة أنه الفرق هاي اللي اشتركت، يعني فقط أنه ذن الست أندية اللي اشتركت في هذه البطولة، وبالتالي يعني إحنا كنا تحضيراتنا، وتدري أنت العائلة السلوية تحب فريق لبناني يحضر للبطولة لما مقدمه ولما واصل إلى من مستوى عالي في كرة السلة. ولكن الجانب الإيراني عد فريقين فلسطيني موجود السوري. لا شنو المشكله يعني شنو المشكله لو صاروا 8 فرق استاذ علي؟ شنو المشكله لو صرنا 8 فرق الان 6 ماكو إيران ماكو ماكو شنو المشكله؟ ماكو عندنا القدره على تنظيم اكبر عدد ممكن من الاشقاء. نعم عندنا امكانيه انه ننظم 10 فرق للوصول. نعم. 10 فرق حتى عندنا امكانيه ننظم، ف يعني الرعايه موجوده والجانب الفني موجود، القاعه المغلقه جهزناها بالضوابط اللي يريدها الاتحاد الاسيوي واللي دزناها للاتحاد العراقي. يعني احنا صار لنا تقريبا شهرين نشتغل على اساس انه نهيئ المنازع، لان اكو ضوابط بيها اكو شغلات بيها، فبالتالي كملنا كل الأمور لاستضافة هذا الحدث الكبير، ولكن لكل غائب عذرا موجودا. نعم دعني أتحدث على بعض الأمور اللي أتمنى إن شاء الله ما تأثر على نجاح البطولة، لأننا كبرنامج كقناة داعمين لاتحادكم، داعمين إلى الرياضة العراقية وعودتها الميمونة لاحتضان كل الأصدقاء والأشقاء. لكن أستاذ علي حقيقة زملاء كثار اتصلوا بينا ووجهونا عتب إلى اتحاد السلة، لأنه البارحة صارت لبكة، بعض الزملاء ما منحتوهم باجات الدخول، بعض الزملاء وحتى زميلنا المصور ياسر جمال باجة ما مصدر إلى الآن، وبالتالي دخلنا في يعني مشادات ودخلنا، لأنه الناس المشرفين يقول لك ما عنده باج ما يقدر يدخل. وهذا الكلام ينطبق على مصور اللجنة الأولمبية قحطان سليم اللي الحقيقة هو مواكب للحدث حال حال بقية الزملاء، لكن يوم أمس أيضا منع من الدخول. فإحنا يعني أكو موضوع يقول رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، يمكن يعني البعض يقول لك ها لأن أكو مشاكل بين الأولمبية وبين العميدي فما خلوا قحطان يدخل. فأني خليني بين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وعهدي كبير بك أستاذ علي. راح ابين لك، لان تعرف علي طالب ما عاد دائما مع الحق. اعرفك زين كلمه الحق اعرفك زين استاذ يجب علي. يجب ان تقال اكيد استاذ محمد. الله شاهد علي انه الشغله اللي صارت انه الاتحاد الاسيوي الموقع ماله الرسمي للاعلام دزونا قبل شهر وشويه انه لازم يدزون الناس اسمائهم الصحفيين المصورين الاعلام المقري والمرئي كل الجوانب دزونا، قالوا بموقع معين وباستمارة يملوها، وإحنا عملنا ورشة عمل على إقامة هذه وتعليم بعض الشباب الموجودين من الصحفيين حتى يملون الاستمارة لهم. ولكن عدم تقديم بعض الإخوان بهذا الموقع وبعض الأخطاء الموجودة باستماراتهم حالة دون أنه تصدر ان موجودات، اكو بعض الاخوان موجوده استمايرهم بس اكو. نعم. اخطاء بالهذا ومو يمنا هي الشغله استاذ محمد، يم. نعم. موقع الاتحاد مال الاسيوي، مو هم غرب اسيا، الاسيوي. نعم. اللي هو يصدر هذه الاشاره ويقول انطوا الباجات بالدخول المصورين والصحفيين فأستاذ قحطان البارحة أنا من الناس اللي موجودين وسأله اتصل بي تليفونيا
قلت له استاذ قحطان انت لمن انطيت اسمك وهذا؟ قال انا انطيت اسمي للاستاذ الدكتور موفق عبد الوهاب اللي بالتالي هو سهوا او كذا او نساء بزحمه الاحداث وزحمه العمل اللي كنا قائمين به استاذ محمد. احنا ال 12 بالليل الله يكون بعونكم ولجنه علاقات واعلام ويعني كنا يعني هذا المنظر الرائع الجميل اللي هسه امامك وامام حضرتك وهالحدث هذا الكبير باستضافة هذه الفرق وجهود رائعة كبيرة من الوكيل السيد الوكيل إلى أصغر واحد بينا. نعم. وهي كلها خدمة لهذا البلد العظيم يعني. الله شاهد ماكو أي دخل إلى الاتحاد العراقي بتسمية هذا الشخص أو ذاك. أما بالنسبة للأستاذ قحطان ما عندنا لأن هذا أخوي كبير وأخونا ومحبوب الجميع. نعم. لا علاقة بشغلة الأولمبية ولا الأولمبية إخواننا الحمد لله إخواننا القادة قادة الرياضة الحمد لله العراق. أنا أشكرك لتوضيح هذا الجانب المهم الحمد وبالتالي لله. إحنا تدري علينا أن نطرح جميع الأمور لكن إحنا نجدد دعمنا وإحنا أكيد داعمين لكل من يسعى لخدمة الرياضة العراقية وخصوصا من يعني يستعد أو يعلن استعداده لتنظيم بطولة بحجم بطولة غرب آسيا والبطولات الأخرى. دعني أدخل في الجوانب الفنية كونك نجم كبير من نجوم السلة العراقية والعربية والآسيوية. رأيك أستاذ علي بعد مباراتين بين الفريق الإيراني والجيش السوري والعراق وقلنديا الفلسطيني، رأيك بالجانب الفني للفرق المشاركة في هذه البطولة وحظوظ فريق النفط بإذنه تعالى اللي يسعى لاحتضان كأس البطولة أو للفوز بكأس البطولة؟ والله يعني أنا البارحة اللي تفاجأت بالمستوى اللي قدموه فريق النفط العراقي يعني نعم. فريق الفلسطيني مو ذاك الفريق اللي نقول عليه مستوى متدني لا رغم بمحترفين من أمريكا أستاذ علي أنا جايب نعم محترفين نعم ويا من أمريكا محترفين نعم عنده نعم. بس بس فائدة بطولة دبي اللي اشتركوا بها فريق النفط نعم. العراقي اجت نعم. ثمارها الآن والآن قاعد يقدم مستويات جدا عالية واتمنى اليوم إن شاء الله اليوم الساعة 8 مساء سيلعب مع نادي الفريق الإيراني راح يلعب بتروشيمي نعم نعم الإيراني هاي أي بتروشيمي يعني هذا الفريق إذا إحنا تجاوزنا العتبة مالته تبقى الفريق جيميدوري ذاك الفريق أقوى أنا عندي أستاذ محمد نعم. من فريق هذا اللي راح يلعب ويا الفريق البتروشيمي الفريق النفط نعم. اليوم إذا تجاوز فريق النفط وبإمكانية وقيادة كابتن قتيبة وعلي عبد الله وكرار وعندنا العديد علي عبد الله وديماريو هذا اللاعب الجيد والمحترف الثاني ان شاء الله راح يقدمون المستويات تايلور الامريكي ان شاء الله يعني هو هذا نجم الفريق تايلور نعم تايلور نعم نعم البارحه اللي الله وفقه بتوفيق جدا الحمد جيد لله. يعني البارحه ديماريو ما كان بقمته بس توفق هذا اللاعب الثاني وان شاء الله نشوف مباراه تليق بسمعه نادي النفط اللي هو تدري سنتين ثلاثه اخذ الدوري العراقي وشارك في عده بطولات ومدربه خالد يحيى من المدربين الناسكين الحلوين يعني الشباب اللي نعم. انا دائما حقيقه بالاتحاد وندعمهم يعني يجب ان ندعم المدربين الشباب يجب أن نعطي فرصة لهم بالمنتخبات الوطنية وهذا ما راح يصير إن شاء الله بإذن الله يعني جبنا العام في بطولة تصفيات العالم أنه جبنا مساعد مدرب ويا التركي بإذن الله. أستاذ علي الحقيقة إحنا فرحنا من سمعنا بعض الآراء اللي تحدثوا لبرنامج الشوط الثالث ولزميلنا محمد الخفاجي عن انبهارهم بحفل الافتتاح لكن حضرتك موجود في قلب الحدث واحتكيت بكثير من الضيوف فيا ريت تنقل لي للسادة المشاهدين نعم. عبر هذا اللقاء عن ردود أفعالهم لما نعم. بعد حفل الافتتاح. والله أستاذ محمد يعني بدون مجاملة أنا أول سؤال سألته للأستاذ جان قلت له أستاذ جان شنو رأيك بالافتتاح
قال لي كابتن علي اقفل الموضوع فشي خيالي الحمد يعني لله. يعني يقول انا مبهور يعني ما كنت متوقع انه الـ 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 هذا العرض الرائع من الفرقه السيمفونيه وفرقه الفنون الشعبيه نعم وحتى الباليه موسيقى يعني والباليه المباراه نعم هم عرضوا فد عرض رائع كبير فحقيقة يعني أنا سألت الرئيس الوفد الفلسطيني والأستاذ جان ثابت شنو رأيكم بافتتاح فكانوا مبهورين وقالوا ماكو هيك شيء بآسيا ولا حتى الدول المتقدمة لأن كلها شغلات الحديثة اللي العالم الآن قاعد يشتغل بها بالسوشيال ميديا والتفاصيل الأخرى أنا أشيد أن بس أستاذ محمد تفضل دعم يعني هاي البطولة حقيقة أشكر الناس اللي إجت رعاة في هذه البطولة حقيقة نعم. أقدم لهم جزيل الشكر لأن قدمون رعايات كبيرة لهذه البطولة وهذا جاي من حبهم ويعني تقديم فشيء جديد لعراقنا وبلدنا الحبيب فإن شاء الله النقطة الثانية اللي حبيت أحكيها أستاذ روادنا وجود روادنا يعني المبارح كان أنه عربه موجود أستاذ مهدي أحمد موجود الكباتن ذول الكبار اللي يعلمونا نعم. كل تفاصيل ودقة سلة العراق نبيل محمد عبد الله نعم. يعني العديد من نجوم كرة السلة البارحة حاضرين بالافتتاح أنا أيضا أشد تحية لهم يعني أشد عليكم على الالتفات الكريمة اللي قريتها أنه اتحاد السلة ينوي تكريم الشخصية الرياضية الرائعة الأستاذ تمر كوجر هذا الشخص الراعي إلى السلة العراقية وإلى الأندية ولا ننسى دوره وبصمته الكبيرة في غرب آسيا اللي صارت بدهوك الغالية فكنت أتمنى أن يكون والله حاضر والله يعني والله أسر تذكرها نعم حقيقة أستاذ محمد أستاذ حسين وجه له الدعوة السيد نعم. حسين العميد دكتور حسين العميد وجه له الدعوة وجاوبنا في الجواب نشرناه البارحة بالموقع مالتنا مال الاتحاد العراقي نعم. جواب يعني هو حقيقة هو الراعي الأول كان لبطولات غرب آسيا يعني ثلاث بطولات سواها هناك وبتفاصيل ودعم كبير يعني لإنجاح هذه البطولات وبالتالي أستاذ تمر رمضان من الناس اللي له فضل لسلة العراق وحقيقة يشكر على يعني حضوره بس هو الرجل نعم مشغول كان الله في عونه في هذا الظرف نتمنى له الصحة والسلامة نتمنى له الصحة والسلامة أستاذ علي أشكر هل فعلا يعني سمعنا وأنا أيضا يعني أحب أثير هذا الموضوع مع حضرتك أنه الآن أكو نوع من التقاطع ما بين عصام الديوان وحسين العميدي حول توزيع المنح المخصصات الأموال سمعنا من أكثر من مصدر أنه أكو مشاكل الآن وهذه المشاكل ربما يعني إن شاء الله ما تلقي ظلالها على نجاح البطولة لأن نريد البطولة توصل إلى بر الأمان فخليني إذا صايرة شنو السبب أستاذ نعم أستاذ محمد أنت تعرف علي طالب كل زين نعم. أخو عصام الديوان بتفاصيل 80 إحنا أخوان يعني ومن مدينة واحدة من الناصرية أنا وعصام الديوان وبالتالي عصام الديوان الرجل الأول في دعم اتحاد كرة السلة وبتوجيه من السيد الوزير نعم. وما عنده أي ضغينة بمجرد بعض التفاصيل الصغيرة اللي تحسين وضع الإجراءات والأمور التكميلية لإنجاح البطولة يعني كان هو بشد يريد ينجح عصام الديوان حقيقة عصام الديوان ما تقاطعوا يا حسين العميد يعني صادر دوركم أنا أستاذ علي أنا ظله صادر دوركم كاتحاد أنتم مسؤولين يعني مثلا ابد 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 انا واللجنه الموجوده الجنة عامل مكمل استاذ هو مجند
ثلاث مدراء عامين طيب الى طيب البطوله حضورهم زين وتفاصيلهم ابد يعني احنا وصلنا الى الدقائق الاخيره من البرنامج وحابب ايضا طبعا اضم يعني صوتي الى صوتك بانه ندعو الجمهور العراقي الكريم الجمهور العزيز التواق الى لعبه كره السله اللي هي الثانيه بعد كره القدم يعني ادعوهم للتواجد في قاعه الشعاب لانه نادينا النفط العراقي بحاجه الى تواجدكم وربما اوجه التحيه للي حضروا بس ايضا انا اتمنى من حضرتك ايضا ان توجه كلمة إلى جمهورنا تفضل أستاذ علي أنا من خلالك أستاذ محمد من خلالك أدعو الجمهور الرياضي والحضور والدخول إلى قاعة الشعب مجانا بدون من اليوم إلى نهاية وختام البطولة وهذه دعوة لجمهورنا للحضور ومجانا بدون أن يقطعون تذاكر أو أي شيء هذا البارحة القرار اتخذ الاتحاد العراقي واليوم دخول الجمهور مجانا إن شاء الله وأتمنى كنت أنه أستاذ محمد الناصر هذا البطل الرياضي الصحفي الله يحفظك الرائع أنه يحضر في هذه البطولة والله فريق العمل موجودين ولدنا يكفون إن شاء الله والله انت وجودك لينك يعني لينك حقيقه احنا عندنا احنا الرياضي الله يحفظك محمد الله يحفظك اخونا يعني الله يسلمك انا كلش مدعو منك تحيه للكل الله يحفظك انا عندي دقيقه وياك استاذ علي دقيقه واحده اذا تحب توجه كلمه عبر منبر الشوط الثالث الى من تريد ان توجه له الكلمه واحنا الان في خضم منافسات بطوله غرب اسيا بكره السله واتمنى لك الصحه والسلامه والتالق المستمر كابتن علي تفضل لك دقيقه واحده والنعم انك استاذ محمد يعني انا اوجه شكري للسيد الوزير هذا الرجل الرياضي الرائع بحضور يوم أمس وافتتاحه لهذه البطولة الرائعة وشكري وتقديري للكابتن عصام الديوان والناس المجهولين الوياء اللي قدموا عصارة جهدهم وإلى الاتحاد العراقي برئاسة الدكتور حسين العميدي وأخواني الجنود المجهولين وطاقم العمل الموظفين الموجودين والمتطوعين اللي اجوا في هذه البطولة استاذ محمد 200 متطوع نعم. يشتغلون بدون اي مقابل في هذه البطوله نعم. لخدمه العراق وخدمه كره السله العراقيه فالف شكر لهم ولك الشكر ايضا لهم. لك الشكر استاذ علي طالب نجم السله العراقي عضو الاتحاد العراقي لكره السله وبالتالي يعني حقيقه انا فرح جدا حالي وحال كل العراقيين انه بغداد تنجح وتعود الى ألقها في احتضان الاشقاء والاصدقاء الى مزيد من البطولات الى مزيد من الدعم اتمنى من الحكومه العراقيه ان تفتح ذراعيها الى الاتحادات الرياضيه الى الاولمبيه الى اتحاد الكره الى كل الرياضيين يعني دعموهم حتى يقدرون ينجحون باستقطاب البطولات وأرجوكم ابنوا بنى تحتية حتى نفتخر مثل ما الدول الآن تفتخر ببناها التحتية ليش نظل يعني أسيري قاعة الشعب خالدة الذكر مشاهدينا الأحبة كل الموفقين لاتحاد السلة كل الموفقين لنادي النفط العراقي ممثلنا في بطولة غرب آسيا وإن شاء الله الكأس عراقي بإذن الله تعالى وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نالت رضاكم أكيد أنقل لكم تحيات من رافقني في هذه الحلقة من زملائي في الكنترول في استوديو البث وزميلي المخرج المتألق علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقين واصطبتم في أمان الله إلى يوم غد أقول لكم في ملحق